اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله. كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد على حضراتكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى مصر. ان شاء الله دايما بخير وصحه وسعاده. وجي وقت فقره الكره العالميه في الاهلي الليله علشان نعمل اطلاله سريعه على اخر الاحداث والاخبار اللي موجوده في الساحه العالميه. طبعا على طول الكره العالميه فيها الجديد دايما اللي بنستمتع بيه بمشاهدتنا للمباريات والدوريات العالميه. معايا في الاستوديو بيشرفني بينورني الاستاذ ايهاب الجنيدي الصحفي بموقع جريده اس الاسبانيه باللغه العربيه وجريده المصري اليوم. استاذ ايهاب برحب حضرتك. اهلا بيك يا عمر وعيد سعيد على المشاهدين جميعا باذن الله. يعني الاحداث كتيره جدا موجوده، لكن ممكن نبدا او هبدا مع حضرتك برايك في المحترفين المصريين حاليا في اوروبا، وخاصه لو هنتكلم على انتقال احمد حسن كوكا الى الدوري اليوناني. هل حضرتك شايف ان انتقاله الى اليونان وبالاخص نادي اولمبياكوس واحد من الانديه القويه والبطله في اليونان خطوه افضل ليه من وجوده في الدوري البرتغالي في فريق ممكن يكون جه بعد ثلاث انديه قويه زي بنفيكا وسبورتنج لشبونه وبورتو؟ هل دي افضل خطوه ليه ممكن يعملها الفتره دي؟ والله هو في البدايه لازم نتفق ان الدوري اليوناني اقل من الدوري البرتغالي طبعا. تمام. مش هنقارن ده بده، ولكن طب سؤال، هل حضرتك الدوري اليوناني اقل علشان خاطر وجود الدوري البرتغالي يعني كتصنيف افضل من الدوري اليوناني فعشان كده احنا بنقول اقوى؟ بالظبط، تصنيف افضل. الانديه اللي فيه دايما متواجده على الساحه الاوروبيه بشكل افضل. بورتو احد الانديه اللي بتنافس دايما على الصعيد الاوروبي بقوه، وفريق واخد دوري ابطال، فرق موجوده، فرق منها لعيبه كبار. يعني برضو غير اليونان الاسماء البرتغاليه في العالم زي كريستيانو رونالدو، ميديتش، سيلفا، لعيبه كتير اسماء كبيره في العالم موجوده من البرتغال. فطبعا البرتغال افضل كتير، ولكن هنا في نقطه فارقه ان انا اروح اولمبياكوس الفرقه الكبيره العظيمه ذات الاسم الكبير. بالزبط. هو ده افضل لي كتير، زي ان انا مع احترامي يعني طبعا لكل الفرق ان انا اقول هلعب في اهلي وزمالك واسماعيليه ولا هلعب في فريق من مؤخره، فريق موجود في دوري ابطال اوروبا، فريق بينافس على الدوري اليوناني. يمكن احمد حسن كوكا يمكن ما حصلش على بطوله الدوري في اي نادي كان موجود فيه، فبالتالي فرصه كويسه، فرصته كبيره ان هو يكون احد المصريين اللي حصلوا على بطوله دوري وشارك كمان في دوري الابطال مع فريقه. ممكن اولمبياكوس يعمل مفاجاه في دوري الابطال. زي ما انت بتقول كده يا عمر، الميزه الكبيره انه فريق بطولات، فريق بطولات في اليونان حتى لو كان على الصعيد الاوروبي اقل شويه، بس هو فريق بطولات، فريق بيشارك دايما في البطوله الاوروبيه الاهم والاقوى دوري الابطال لانه كتير بيبقى بطل الدوري عنده. اعتقد ان وجود عمرو ورده والنجاح الكبير اللي عمله الموسم اللي فات في الدوري اليوناني كاسم مصري معروف وكبير هناك برضه وقبليهم يعني كابتن مجدي طلبه احد من الاسماء اللي تالقوا في الدوري اليوناني يعني، ومؤخرا طبعا كمان في شيكابالا انتقل ايضا للدوري اليوناني، فبالتالي الدوري اليوناني هيبقى الدوري المصري خلاص، هيبقى الجديد بدل الدوري. كانت هي فترات زي الدوري التركي كان مره، طبعا احنا نفتكر فتره ذهبيه للنجوم مصر في الدوري التركية. الالماني مره، صح يعني رمزي ياسر رضوان ومحمد عمارة، مجموعه هي كده دوريات اللعيبه المصريين بتنتشر في وقت من الاوقات دايما في احد الدوريات الكبيره. لكن حضرتك شايف ان ممكن احمد حسن كوكا يعمل نجاحات مع اولمبياكوس؟ احمد حسن كوكا مهاجم جيد، ولكن برضه لازم نحط في اعتبارنا ان استبعاده من قائمه مصر في نهائيات كاس العالم 2018 اثرت عليه، اثرت على اسمه، القيمة السوقية ليه في العالم طبعا، والقيمة السوقية ليه في اوروبا. احنا نفتكر قريب قبل بطولة كاس العالم كان دايما من ضمن افضل مجموعة مهاجمين في العالم، 50 مهاجم في اوروبا كان بيتحط احمد حسن كوكا جه فيهم اكتر من مرة، فده اثر عليه. طب اسالك سؤال دلوقتي، احمد حسن كوكا انتقل لنادي مفروض ان هو كبير، وانتقل الى نادي مفروض ان هو احد ابطال الدوري اليوناني. شايف مفيش ضجه اعلاميه حصلت ليه للحدث ده، ولا حد عارف انتقل ليه، ولا ايه الاسباب، ولا يعني في بعض التفاصيل اللي احنا حتى ما نعرفهاش كمصريين؟ الواحد دايما بما انه متابع فبالتالي بيعرف بعض الاخبار اللي موجوده في الساحه العالميه. تمام. هل حضرتك تفتكر ان ممكن يكون في فعلا اهتمام ببعض اللعيبه وعدم اهتمام ببعض اللعيبه الاخرى؟ لسه اقول لك النقطه دي. احمد حسن كوكا واحد من اللعيبه اللي بعيده عن الاضواء في مصر. مش عايز اقول انه ملوش صعيد جماهير كبير في مصر، يعني مش من اللعيبه اللي بتلاقي الناس ايه نني ليه جمهور، يعني رغم ان هم ما بيشاركش، رغم ان ارسنال هيعرضه للبيع وشبه خلاص مش هيلعب مع يوناي امري الفتره الجايه خالص، بس ليه اسم وليه جماهيريه وليه حب، لعيب اساسي في منتخب مصر برضه. محمد صلاح طبعا خاطف الاضواء كلها، هو طبعًا رقم واحد، وكل اكيد طبعا اللي بيجيب اهداف واللي بيتالق واللي بيكون رقم واحد كمان في الدوري الانجليزي بيبقى رقم واحد طبيعي. بالظبط، الكل بيبص عليه زي بالظبط احمد حجازي.
احمد حجازي السيزون اللي فات وهو ويست بروميتش كان كل يوم كلام عليه وكل يوم اخبار عليه وعمل علامات استفهام كبيره جدا ازاي ما انتقلش النادي افضل بالظبط يعني يلعب في دوري الدرجه بعد هبوطه للدرجه الثانيه. بتسمع انت حاجه سمعت حاجه في الميركاتو الشتي الصيفي السنه دي عنه؟ ما فيش اي حاجه ما فيش اي كلام عنه. انا عنده شرط جزائي ضعيف جدا 10 مليون استرليني، اعتقد ان هو يعني افوردبل جدا او متاح لبعض الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي. ما هو ده الغريب ان على الرغم ان الفتره الاخيره من السيزون اللي فات كان بيقول لك عنده عروض كتير وانديه كتير بتراقبه لحد ليفربول، انه انتشرت فتره اخبار ان ليفربول صراحه وتوتنهام ونيوكاسل بيفاوضوه وعايزين وكذا، ثم مع هبوطه اختفى واختفى كل المفاوضات ما تليش كلام عليه. فهو دايما اللعيب اللي في دايره الضوء اللعيب اللي عليه اهتمام هو اللي بيبان. ومحمد صلاح طبعا يتصدر كل دول. طيب عايز استفيد بوجود حضرتك معايا، حضرتك موجود في موقع اسباني اشهر اشهر الصحف والمواقع، يمكن موقع كبير جدا وجريده يعني على اعلى مستوى موجوده في اسبانيا، وبالتالي وجود حضرتك معايا عايز استفيد بقى من كلام حضرتك في الدوري الاسباني وريال مدريد وخسارته في السوبر وكلام على الفتره اللي جايه. هل ريال مدريد هيخسر او فلورنتينو بيريز هيضحي بيه الموسم اللي جاي علشان يبدا ان هو يبني من جديد الموسم اللي بعديه، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ وشخصيه البطل اللي كنا متعودين عليها نشوفها مع ريال مدريد، يعني شفنا هزيمه مذله باربع اهداف مقابل هدفين في السوبر، لكن الدوري لسه طويل. لكن عايز اعرف من حضرتك اخر الاخبار اللي موجوده عند حضرتك طبعا اللي المختصه واللي متعلقه باسبانيا، تقول لي ايه اخر الاخبار؟ طيب مبدئيا الدوري الاسباني السنه دي مش شايف ان الصوره فيها تختلف كتير، باستثناء ان انا ممكن احط اتلتيكو منافس قوي على اللقب، مش عشان فوزه بس بالسوبر، لا اتلتيكو فرقه ماشيه كويس، عندها لعيبه ثقتها في نفسها كبيره، في مقدمتهم انطوان جريزمان طبعا فوزه بكاس العالم ده فارق معاه كبير وفارق على معنويات الفرقه، هرنانديز في لعيبه من يعني رجوع ديجو كوستا بقى اللي تألقه، ديجو كوستا ديجو المرعب بعد سوبر اوب طبعا، ديجو المرعب اللي لا راس حربه ارهق يعني قوه شراسه بيجيب هدف من نص فرصه. انت تشوف الجون الهدف الاول ليه في الماتش نهائي السوبر الاوروبي، هدف ما يصنع يعني صعب جدا، صعب جدا من زاويه ضيقه، الكره صعبه هو صنعها لنفسه، في خطا طبعا من فاران ما حدش يقدر ينكره طبعا، بس هي تمريره عملها جودين والكره وصلت له وصل بيها، مهاجم قوي جدا مهاجم خطير فارق معاهم. انجل كوريا او انخيل كوريا زي ما بيقولوا في اسبانيا كان عامل ماتش كبير. فالفرقه عندها السنه دي تعاقدات كويسه وعندها لعيبه كويسه، اللعيبه اللي جابوها برده كويسه، برشلونه هيبقى منافس، برشلونه ما استغناش عن حد من لعيبته. كنت لسه اقول لحضرتك هل طب قبل ما نروح لبرشلونه، هل حضرتك شايف ان ريال ان فريق اتلتيكو مدريد تتحسب لادارته وللمدير الفني ان هو عرف يخلي جريزمان يقعد مع الفريق الموسم ده؟ طبعا طبعا، واحنا حاجة تتحسب ليه؟ طبعا، واحنا شفنا اول تصريح لجريزمان كان ايه بعد الفوز بالسوبر الاسباني، قال اثبتت صحه قراري صح بالبقاء في اتلتيكو. مظبوط مظبوط، كلنا قرينا التصريح اول طبعًا. كلمه قالها على طول بعد ما كسب، قال انا اثبتت صحه قراري ان انا قاعد في فريق بطولات. سيميوني مدرب ليه كاريزما عاليه وليه تاثير على اللعيبه بتوعه واللعيبه بتحبه، يعني غير اي مدرب تاني، مش مجرد نجاح. انت شايف عمر مورينيو، مورينيو مكروه جدا دلوقتي بين كل لعيبه مانشستر يونايتد، محدش حبه وعامل مشاكل كتير، كعته يعني السيزون الثالث ليه دايما سيزون مشاكل. صح. انما سيميوني مدرب محبوب بقاله فتره كبيره جدا، فاهم الفرقه جدا، يعني حتى هو الماتش اول ما كان الماتش السوبر اوروبي كان بيتقال خبرات وحنكه سيميوني المدرب المتمرس على البطوله الاسبانيه واللي متمرس مع الفرقه دي، امام الوافد الجديد لوبيتيجي هيقدر يعمل ايه؟ لوبيتيجي يعني انا بشفق عليه جدا، لطال اسبانيا ولا شكله هتقول ريال مدريد، يعني شكله ماتشين ثلاثه كده ولا هشام ولا انا يعني. طب عايز اسالك سؤال خاص بسيميوني، هل حضرتك شايف ان سيميوني ووجوده مع فريق اتلتيكو مدريد والعلاقه الطيبه ان هو فاهم الفرقه، اللعيبه كمان منسجمه معاه جدا وبتسمع كلامه لابعد مدى ممكن، هل الكلام اللي بيتردد كل موسم ان سيميوني الموسم اللي جاي هيكون او الموسم الحالي هيكون اخر سيزون ليه مع فريق اتلتيكو، ممكن نشوفه في انتر ميلان عشان بقى يحدث الفارق ده، ولا بعد تجديد عقد سباليتي مع فريق انتر ده بيقفل كل الابواب اللي في طريق سيميوني، ولا ممكن سيميوني يسيب اتلتيكو مدريد؟ اعتقد سيميوني مستمر، حتى لو اخذ لقب كبير ده بالعكس هيتمسكوا بيه اكتر، لان الاداره اساسا بتثق فيه ثقه تامه. ومن الملحوظات الغريبه اللي عايز اقولها لك يا عمر، شفناها في الماتش كان بيدير الماتش زي ما انت شايف من المدرجات لانه كان موقوف ماتش السوبر الاوروبي، من الملحوظات ان كل ما يتوقف
ياخد بطوله. صح يعني احنا عملناها خبر وفي قلنا خبر ايقاف سيميوني يسوي بطوله اوروبا ليج نفس الكلام. بالظبط هو ايقافه يسوي بطوله، كل ما يتم ايقافه اتلتيكو مدريد ياخد بطوله، يعني ملحوظه غريبه جدا. طب هل ممكن يحقق نفس النجاحات اللي سيميوني حققها لو خرج بره اسوار اتلتيكو مدريد؟ سيميوني مدرب ناجح، بيعرف يختار لعيبه، بيعرف يوطد علاقته باللعيبه، فاعتقد انه هيقدر يحقق نجاحات، والدوري الايطالي هيكون وجهه جيده ليه ومع فكره التدريبي كمان، لان احنا عارفين ان سيميوني بيعتمد على قوه دفاعيه قويه جدا محدش يقدر يخترقها، والهجمات المرتده السريعه والاعتماد على اللاعبين سرعة واصحاب مهارات وقوه زي كوستا وجريزمان في المقدمه، فاعتقد ان الدوري الايطالي هيكون مناسب لطريقته التدريبيه وفلسفته في التدريب. لكن ممكن يحقق بطولات زي ما حقق مع اتلتيكو مدريد ولا اتلتيكو مدريد حاله؟ ولا سيميوني فعلا مدرب شاطر وبيعرف يدير اي مكان يروح فيه؟ مدرب ناجح على الاوراق، دائما محطوط يعني كل اللي احنا بقالنا كام سنه في الجوائز بتاعه الفيفا ال10 مدربين اللي مرشحين للجوائز بنلاقي فيهم سيميوني. فسيميوني مدرب ناجح ومدرب قادر انه يصنع النجاح في اي فريق. طيب هاخد حضرتك لبرشلونه، كنا بنتكلم على برشلونه ان هو ما استغناش عن اي لاعب، وبالتالي كمان هو ممكن يستغنى عن باولينيو بس تعاقد في المقابل مع ارتورو فيدال من فريق بايرن ميونخ، وكمان انيستا خلاص يعني كابتن الفريق واحد اللعيبه المميزه جدا انتقل الى الدوري الياباني، لكن بوجود عثمان ديمبلي ووجود ميسي وسواريز وارتورو فيدال، هل حضرتك شايف ان برشلونه فعلا مرشح للثلاث بطولات؟ برشلونه فريق قوي جدا السنه دي، ارتورو فيدال هيعطي له قوه كبيره في وسط الملعب، مش عايزين ننسى ارثر ميلو، لعيب طبعا رائع جدا جدا ولعيب مستقبل كبير، العالم كله هيراقب اللاعب ده في الفتره الجايه، مالكم لعيب خطير طبعا. فهم عملوا تعاقدات كويسه جدا يعني بالرغم هم استغنوا عن لعيب او مشي منهم لعيبه، انيستا انتهى او خلص زي ما احنا شايفين في الدوري، هو اسطوره ورسام وكل حاجه وفنان، بس شايفين في الدوري الياباني يعني مفيش اي نجاحات خالص حتى الان. صح يعني هدفين ايه يعني هدف اول ما بيجيبوش فعلا انيستا، الهدف الثاني اللي جابه يعني بصراحه انيستا طبعا اكيد خرج لغرض ما، هو طبعا احد رموز نادي برشلونه، فبالتالي النادي مش هيكرهه بالخير زي ما بنقول بالعربي. هو والله معروف انه كان ماشي يعني من قبل طبعًا. من قبل السيزون ده الاخير ليه، انما التعاقدات بتاعت الفرقه تعاقدات جيده جدا هتفيد فالفيردي، شفناه في الماتش بتاع كاس خوان جامبر طبعًا. عمل ماتش كويس جدا، اللعيبه كانت متفاهمه برغم انه لسه اللياقه ولسه بدايه سيزون، بس كانت اللعيبه الفرقه ظهرت بشكل كويس، الصفقات الجديده ظهرت بشكل كويس رغم مشاركتها. يعني المشكله الوحيده في الدوري الاسباني اللي تفقده بريقه هذا السيزون ريال مدريد. انا شايف ان ريال مدريد برغم عشاقه وجماهيره الكتير اللي هيضايقوا من كلامي ده، ريال مدريد انا شايفه مش هيقدر يعمل حاجه السنه دي، الفرقه فاضيه، ماتش كاس السوبر الاوروبي باين الفرقه فاضيه. بس عايز اقول لك على حاجه، يعني انا شايف ان ممكن يكون في فلورنتينو بيريز ممكن يكون ليه وجهه نظر معينه، ممكن يكون ليه هو بيقول ان انا في مرحله بناء فريق جديد. بالظبط ان هو بيبني فريق جديد تمام يعني، هو بس عايز اسال حضرتك يعني برضو سؤال خاص ايضا بريال وتعاقده مع كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي، وفي المقابل انتقال حارس فريق اتلتيك بلباو الى تشيلسي، كمان حارس مرمى نادي روما بينتقل الى ليفربول أليسون بيكر. عايز اعرف راي حضرتك في الارقام اللي بتدفع في حراس المرمى في الفتره الاخيره، قبل كده ما كناش بنشوف حارس مرمى بيتخطى ال 30 او ال 25 مليون، دلوقتي بقينا نسمع 60 70. بص احنا كان عندنا رقم زي ما بيقولوا صلب ما حدش يقرب له، 53 مليون يورو. بوفون 2001 انتقال تاريخي في تاريخ كره القدم من بارما الى يوفنتوس يساوي كام 53 مليون يورو ده دلوقتي؟ يعني رقم بالظبط انا بقول لك 2001 يعني انت بتتكلم في 2000 ربع مليار يورو. انت بتتكلم في 2001 بس. بوفون اسطوره لن تتكرر في حراسه المرمى طبعا. ماشي الرقم ده الكتير ظنوا ان في مركز حراسه المرمى زي ما بيقولوا المركز المظلوم، مش مركز، انا مش فرويد، مش لعيب نص، فنان مهاجم اللي هم دايما بيجيبوا الفلوس الكتير. يعني انت عارف في مراكز كده في الكوره المركز ده ما يجيش فيه فلوس كتير حتى لو مين بيلعب فيه. يعني فان ديك لما اتنقل ليفربول من ساوثهامبتون لليفربول الفلوس الجامده جدا اللي دفعت فيه ده اغلى مدافع في التاريخ ومبلغ خرافي، رغم ان كان فيه اعلى من المبلغ ده كتير مع جاريس بيل مع بوجبا مع رونالدو مع احنا بنتكلم على مركز قلب انما المركز نفسه بالظبط يعني ده. فحراسه المرمى احد المراكز المظلومه اللي كانش زي ما انت بتقول كده، كان 12 مليون يورو دايما كل سنه، 13 مليون 20 مليون. هل قله المواهب اللي بتدفع الانديه
في طلب المبلغ ده ولا ايه؟ ولا هي كل واحد بقى يحط رقم علشان بيقول اشمعنى ده بياخد، يعني ده بيدفع فيه 150 مليون، ليه انا ما اخدش 70 80 مليون في اللاعب ده؟ الحراس زي ما قلت كده بدايه لفت الانظار ليهم بقوه في الفتره الاخيره. حراس صنعوا امجاد لفرقهم، صنعوا بطولات. يعني من فرقه روما السنه اللي فاتت كانت حط أليسون بيكر احد الاسباب الرئيسيه في وصولهم للدور قبل النهائي قدام ليفربول دوري ابطال اوروبا، وصولهم لنهائي الدوري في المركز المتقدم والتاهل المركز الثالث خلف نابولي للتاهل للموسم الجديد لدوري الابطال. فعمل سيزون كويس جدا، لعب 37 مباراه أليسون بيكر في الدوري، لعب كل ماتشات دوري ابطال اوروبا طبعا. فكان لافت جدا للانظار. كان في المقابل كان يورجن كلوب زي ما احنا عارفين مدرب شاطر جدا، مدرب فاهم وواعي، شايف ان عنده ازمه كبيره في مركز حراسه فرقته سواء في كاريوس او مونيليه، الاثنين مضيعين الفرقه طبعا. كان حتى صن كان كاتبه تقرير عن كاريوس مسميها حارس الكوارث اللي بيعمله، حتى في الماتشات الوديه اللي خاضوها الاعداد الموسم يعني كان بيرتكب اخطاء كارثيه هو العمليه. فكان لازم هو يضم حارس. الانديه دلوقتي سوق الانتقالات في العالم حتى في مصر احنا بنلاحظ اختلاف، خلاص المبالغ بدا فيه شبه ظاهره ارتفاع قوي كبير قوي فيها بدون رقابه. يعني ما فيش حاجه حكمها الاتحاد الاوروبي هيبدا يفكر. بس الاتحاد الاوروبي عشان بس عايز يعني نوضح للساده المشاهدين نقطه، الانديه عندها حاجه اسمها سياسه اللعب النظيف، اللعب المالي النظيف، بس تبقى الناس فاهمه. يعني ما ينفعش ان انا اكون مثلا مالك نادي برشلونه او ريال مدريد وادفع فلوس من جيبي الخاص واتعاقد بيه مع لاعب. مظبوط كده، لازم يكون من موارد النادي، راس مال النادي، يعني بقى سبونسر، راعي، جمهور، تيشرتات، كل حاجه بتخص النادي هو ده اللي ينفع ان انت تشتري وتتعاقد بيه مع لاعب اخر. وهي دي الاتهامات اللي وجهوها لباريس سان جيرمان ان ناصر الخليفي بيضخ اموال في النادي. ما هو بالظبط، وبالتالي ادى الاتحاد الاوروبي فرصه لباريس سان جيرمان تقريبا لموسم او لموسمين علشان تصحيح اوضاع. بالظبط كده، وكمان عشان كده هو ما تعاقدش مع مبابي الموسم الماضي، هو اخذ اعاره من نادي موناكو، وبالتالي هو هيتم تفعيل فندق السيزون اللي فات كان جايب نيمار 222 مليون، فدافع ما يقدرش يدفع مبلغ جديد في لاعب تاني، فبالتالي اخذوا اعاره مع وجود تفعيل بند خيار الشراء. طيب الدوري الاسباني وقرار ممكن يكون مش منتشر قوي على مواقع والصحف العالميه اللي الناس بتتابعها في مصر، لكن خبر تم تداوله على طبعا الصحف ان هيتم تسويق الدوري الاسباني في امريكا، بمعنى انها تكون على الاقل في بعض المباريات اللي هتتلعب في امريكا تحت مسمى يعني تحت مسمى الدوري الاسباني، لكن هيتم اللعب او الفرقتين هيلعبوا في امريكا. ده بقى يعني فرصه للاستثمار وان امريكا تجذب الانظار ليها قبل كاس العالم، ولا حضرتك شايف امريكا بتفكر ازاي؟ لا، هي اسبانيا في البدايه بتفكر ازاي خفيرتي، بس انا بعتبره كده ماسك الاتحاد الاسباني راجل فاهم قوي بتاع الرابطه، بيفكر ازاي دايما يجيب موارد، ازاي دايما الدوري الاسباني ينتقل نقله ثانيه. اصل انت عارف انا بس على كده ليه؟ عشان دايما اسبانيا بتعمل حاجه مميزه كل سنه، يعني دايما ماتش الكلاسيكو بنلاقي ماتش من الاثنين بيبقى فيه اتفاق مع دول شرق اسيا ان هو يتم عرض الماتش في ميعاد معين علشان لسه كنت عشان عمر هكلمك في النقطه دي. احنا شفنا الكلاسيكو في اخر كام سنه بيعملوا ايه؟ بيتلعب بما يوافق الساعه 2 الظهر او الساعه 12 الظهر في شرق اسيا. ليه؟ عشان الجماهيريه الكبيره للناديين بداوا، شرق اسيا فيها جماهير كبيره جدا لبرشلونه وريال مدريد، بدات اداره الدوري الاسباني او الاتحاد اللي بيدير اللعبه هناك يفكر ازاي ينشر اللعبه، ازاي ينمي الموارد، فكانت دي خطواته انه يبدا يلعب الماتشات في اوقات تناسب شرق اسيا. النهارده او السيزون ده في بدايته اتفاجئنا بخبر انهم هيلعبوا بعض مباريات الليجا بالاتفاق مع الولايات المتحدة والمسؤولين فيها في كندا والولايات المتحدة، هيلعبوا ماتشات عادية وثلاثة بونت خسارة. يعني أبرز الماتشات المتداولة هو ماتش الكلاسيكو ده طبعا اللي بيكون عليه العين، واللي بيكون عليه كمان عارف حضرتك بعد اللقاءات الودية اللي شفناها في أمريكا والعدد الجماهير اللي موجود. هل الكلاسيكو ليه بريكو في السنة دي؟ الكلاسيكو هو تعتقد هيبقى ليه بريكو السنة دي؟ يبقى ريال مدريد وبرشلونة حتى لو ما فيش نجوم، يبقى الاسمين الكبار جدا. طبعا رونالدو لما مشي وهنتكلم مع حضرتك في قضية رونالدو كان رونالدو وميسي الكلاسيكو في نظر الناس، ف يعني انا شايف البريك بتاعه هيقل شيء ما، يعني لازم. طيب نروح لرونالدو والدوري الايطالي وانتقال رونالدو الى اليوفنتوس، هل ده حضرتك يعني اثر اعلاميا
على فريق ريال مدريد والمتابعين على السوشيال ميديا وعلى الانستجرام والفيسبوك ان في بعض المتابعين لرونالدو هيروحوا بالتالي ليوفنتوس، فده بقى ريال مدريد هيفقد بعض المشجعين اللي بيتم حبهم لرونالدو طبعا حبهم الكبير. اعتقد ان يرد علينا رسميا الارقام ان في تاني يوم او تالت يوم تقريبا انتقال رونالدو رسميا قال لك ان الصفحه الرسميه على تويتر خسرت كام الف رقم رهيب كده مش عايز افتكره من المتابعين ليها خسروهم، يعني سابوا خلاص ما بقوش بيشجعوا النادي. اعرف شخصيات في مصر بس وان كنت انا ضد ده ما كان بيشجع ريال مدريد لا يقول لك انا خلاص انا شجع يوفنتوس. شباب احنا 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 سمعنا الكلام ده كله، لكن كمان عايز اقول لحضرتك ان بانتقال رونالدو الى اليوفنتوس هتلاقي كمان يعني حصل قصه غريبه، ان كان سعر التذاكر السيزن تيكت او تذاكر الموسميه لنادي يوفنتوس قبل انتقال رونالدو كانت يوفنتوس عليها، فالجمهور كان معترض بانتقال رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس كله اشترى من غير ما يتكلم في اسعار، كلها اتباعت. وقال لك يعني حتى علقوا في فوتبول ايطالي وفي لاجازيتا قال لك اسعار خياليه للتيكتس هناك بتاعت يوفنتوس كلها اتباعت وكلها ماتش، حتى يعني ماتشات ضعيفه مش يوفنتوس وانتر، يوفنتوس ومينا مثلا، ماتش كان من ضمن الامثله يقول لك ماتش يوفنتوس وبارما كله متباع، كل التيكتس بتاعتها متباعه، كله متباع عشان رونالدو يعني طبعا يعني ظاهره. طب نسب المشاهده ظاهره رونالدو اللي من اسبانيا هتروح فعلا لايطاليا على نسبه كبيره، الدوري الايطالي لازم يجتذب نسبه كبيره من المشاهده. انا شايف ان زي ما بنقول احنا كنا لسه بنتكلم في اللعيبه المصريين وبنقول في لعيبه في وقت من الاوقات، انا شايف ان الدوريات الاوروبيه في العالم كله دايما وانت دي متابعها وعارفها في العصر ده بتاع الدوري ده، يعني كان من فتره الدوري الانجليزي قبل الدوري الاسباني ما يجتذب الاضواء في نهاية بداية الألفينيات ونهاية التسعينات كان الدوري الإنجليزي لا صوت يعلو فوق صوت الدوري الإنجليزي. أنا عايز أقول لحضرتك إن طبعا ده أولى اللقاءات الودية لرونالدو مع فريق يوفنتوس، طبعا ما كانش موجود في لقاء الودي مع ريال مدريد تمام، بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز هو اللي قرر كده وحب كده تمام، لكن عايز أقول لحضرتك إن الوجود الجماهيري في مباراة ودية يكون فيها رونالدو واللي شاهد تسجيل هدفه الاول طبعا الموضوع يعني فعلا رونالدو يعني هيعمل حاله غير طبيعيه في الدوري الايطالي، والدوري الايطالي محتاج كده. الدوري الايطالي كان بعيد بقاله فتره عن الاضواء، وبالتالي بتعاقد رونالدو ووجوده مع يوفنتوس، وكمان بنتكلم على ميلان وانتر اللي بيحاولوا يتعاقدوا مع بعض النجوم اللي موجودين في الدوري الاسباني او الانجليزي، ده هيضيف من قوه الدوري الايطالي. انا اعتقد يا عمر وده الايام الجايه هتشوفه وهتثبته، الدوري الايطالي الفتره الجايه هو دوري الاضواء، هو دوري كل حاجه تنتقل ليه. شوف الاسماء اللي عملتها ميلان وانتر ميلان زي ما انت بتقول كده، انتر بيفاوضوا مودريتش وقبليه ميسي، يعني قبل مودريتش طرحوا ميسي واترفض الموضوع، في الاضواء كلها تنجذب للدوري الايطالي. الاعلام الايطالي كله في الفتره اللي فاتت من ساعه ما رونالدو انتقل كل الكلام كله رونالدو، كل يوم الكفر بتاع توتو سبورت بتاع لاجازيتا بتاع كوريري ديلو سبورت كل يوم الكفر هتلاقي رونالدو حاجه عن رونالدو. كاسيميرو برضه بيفكروا ان هم يسوقوا ازاي الجرايد بتاعتهم. كاسيميرو اول ما خسروا، عشان بس انت بتقول لي على نقطه رونالدو هيعمل ايه، كان ايه تصريحه؟ قال تاثرنا بغياب رونالدو السوبر اول بطوله. لا ده بس ده مش بس في لقطه كاسيميرو، لا ده حضرتك كمان كانوا جايبين صوره لمارسيلو وهو بيرفع كروس فبيبص على منطقه ال 18 فمش لاقي فيها رونالدو، مش لاقي رونالدو، فبيقولوا له انت بتبص على مين؟ خلاص مشي، اللي انت كنت بتدور عليه ما بقاش موجود. ففعلا رحيل رونالدو ممكن نشوف ان هو مأثر كمان بالسلب على معنويات ونفسيات لاعبي ريال مدريد بالظبط، وبالتالي رفع من معنويات لاعبي يوفنتوس. حتى الكوميكس والسخريه اللي بعد الماتش كلها على هتلاقي فيها رونالدو قاسم مشترك، صح، جايبينه بيتفرج مش عارف وبيضحك على الماتش بتاع سرور. لعيب ليه تأثير وليه ثقل وليه جماهيريه كبيره جدا، فهو اللي يعني اعتقد تاثيره هيكون كبير على ريال مدريد. طيب رونالدو في المؤتمر الصحفي لما تعاقد مع يوفنتوس قال انا اللعيبه اللي ادي في السن بينتقلوا الى دوريات زي الصين واليابان ودول شرق اسيا بالظبط، لكن انا بالنسبه لي ده تحدي جديد وانا بحب التحديات. هل فعلا رونالدو ممكن يحقق في الدوري الايطالي زي اللي حققه في انجلترا واسبانيا ولا السن؟ الدوري الايطالي اعتقد يعني انا مش عايز اقول محسوم، يعني احنا بنتكلم بدري بس محسوم انا برضه هقول كلمه محسوم ليوفنتوس من قبل ما جه رونالدو. يوفنتوس هو البطل الدائم يعني للدوري، الحاجه زي الاهلي في مصر كده على طول بيكسب الدوري. الرهان كله مع رونالدو ومع جماهير يوفنتوس هو دوري ابطال اوروبا بالظبط. انا كنت اسال عليك السؤال الثاني بقى، هل حضرتك شايف ان دلوقتي الحلم اللي كان بيحلمه يوفنتوس اصبح حقيقه، ان هم فعلا يقدروا يفوزوا بدوري الابطال الموسم ده؟
اعتقد فرصتهم كبيره. فرقه عندها هم ولا برشلونه؟ هيبقى التنافس كبير مع برشلونة. بينهم ريال مدريد مش موجود. ريال مدريد الايام هتكشف الاولى في بدايه الدوري هل بتيجي الخطه بتاعته مع فلورنتينو بيريز بناء فريق جديد، هل هي هتنجح، هل اسكو اسينسيو فاسكيز والمجموعه ديت هتقدر تعوض مجموعه الشباب الجدد للكره الاسبانيه عامه مش ريال مدريد، يعني الثلاثي ده هم امل الكره الاسبانيه المرحله الجايه، هل هيقدروا يشيلوا الفرقه وهيبقى طب الرهان عليهم؟ طب ليفربول هل اوروبيا ممكن يكون ليهم تواجد قوي؟ هيكون ليهم تواجد قوي خاصة زي ما انت قلت كده من الفرق انجلترا هو السيتي وليفربول، البداية القوية ليهم حتى في بطولة الدوري زي ما شفنا قدموا أوراق اعتمادهم ان السنة دي فرق قوية، ليفربول بيكسب أربعة، السيتي بيكسب أرسنال في ماتش كلاسيكو وماتش قمة، بس السيتي عنده مشكلة الأيام اللي جاية، عنده غياب دي بروين ثلاث شهور هتبقى مشكلة بالنسبة لجوارديولا، ودايما جوارديولا عنده لكل مركز في اثنين وثلاث لعيبة تمام، لكن هو عنده مشكله كمان في نص الملعب ان فرناندينيو كان هو محتاج لاعب يكون بديل لفرناندينيو في منطقه نص الملعب وده ما تمش تدعيمه، ما قدرش يتعاقد، فهو عنده مشكلتين دلوقتي بديل لفرناندينيو وايضا بديل لكيفن دي بروين. انا بشوف ان راد محرز ممكن يكون هو البلاي ميكر الفتره اللي جايه ويقدر يؤدي مستوى جيد، لكن حركة جوارديولا مدرب ايه؟ مدرب مودي، لو ما فيش اللاعب اللي هو عايزه اللي هو طلبه بيأثر عليه. بس برضه جوارديولا زي ما تابعناه ونجاحاته في كل حته مدرب بيقدر يوظف اللاعبين كويس. فرقه مانشستر سيتي فرقه فيها لعيبه كتير، احنا شفنا اول ماتش اللي بيكسبه ماتش الكلاسيكو جيسوس ما لعبش، نجم الفرقه الكبير البرازيلي عشان ما لعبش، اعتقد انه ممكن يعيد توظيف جيسوس في الفتره الجايه، ياخد مكان شويه في نص الملعب الهجومي مكان دي بروين. زي ما انت قلت رياض محرز هيكون الخيار الاول ليه في المركز دوت، فعنده البدائل اللي تعوضه، عنده لعيبه كتير، في لعيبه السيزون اللي فات ما كانتش بتلعب شفناها بقت بتلعب اساسي بعد فرنسا زي بنيامين مندي طبعا شارك في الماتش الاول لعب اساسي، فلا فرقه السيتي فيها لعيبه كتير، فرقه ليفربول هتكون رهان وهتكون حصان الدوري الانجليزي هذا الموسم، اللعيبه اللي جابها يورجن كلوب لعيبه مؤثره طبعا لعيبه قويه نابي كيتا وبيتكلم على فابيانو تقريبا العالم كله وكل الصحف بعد اول جوله نابي كيتا، الحديث على نابي كيتا واللي هيعمله في الدوري الانجليزي واللي هيعمله في خطط يورجن كلوب وفي خطط ليفربول، لعيب ظهر بشكل كويس جدا طبعاً طبعاً جدا كتبوا كان العنوان اللي شدني كان مكتوب باللغه الانجليزيه worth waiting ان هو يستحق الانتظار ده ما فيش شك ان هو فعلا واحد من اللعيبه المؤثره جدا، لكن عايز اخد من كلام حضرتك صراع الكره الذهبيه وبالاخص لنجمنا المصري محمد صلاح وتاثير يورجن كلوب في تطوير مستواه، محمد صلاح في روما كان بيلعب جناح دلوقتي يورجن كلوب بدا ان هو يطور من مستواه ويطور من لعبه من لعيب جناح لكمان لعيب يقدر يلعب في قلب الملعب وممكن كمان يلعب راس حربه. هل حضرتك شايف ان يورجن كلوب نجح ان هو يستغل امكانيات وقدرات صلاح بالشكل اللي هو عايزه؟ محدش يقدر ينكر ان يورجن كلوب بصمته واضحه جدا على اداء صلاح، صلاح مختلف جدا في ليفربول عن صلاح ما كان عليه في الدوري الايطالي رغم ان نجاحاته في الدوري الايطالي، ولكن صلاح شكل جديد يعود الفضل الاول ليها ليورجن كلوب زي ما انت بتقول تمام. مدرب واعي، مدرب عنده ثقه في اللعيب وبيقدر يحمسه وبيقدر يحفزه وهو بيتعامل مع صلاح بشكل كويس جدا وعلاقته قويه بصلاح، بس صلاح السنه دي برده لازم نقول ان هو هيلاقي منافسه قويه جدا في هجوم ليفربول. طب وصراع الكره الذهبيه ممكن حضرتك شايف ان محمد صلاح يكون فرصه كبيره في احنا عندنا جائزتين، جائزه الافضل تمام. في دي خاصه بالاتحاد الدولي وجائزه البالون دور طبعا دي خاصه بالفرنس فوتبول تمام. هو تم اعلان اسمه من ضمن افضل 10 لعيبه مرشحين لجائزه ذا بيست او الافضل في الفيفا، هل حضرتك شايف ان هو ممكن يكون من النومينيز اللي اخر ثلاث اسماء اللي يكونوا مطروحين لاختيار افضل لاعب في العالم؟ انا شايف يعني بصراحه انا بستبعدها شويه. طب ليه؟ احنا بنتكلم على المعادله المستوى الرقمي، محمد صلاح محقق افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، افضل لاعب في افريقيا، وبالتالي ممكن طيب نتكلم على بطولات، الناس دي بتتكلم بطولات تمام لازم في طب ماشي طب بتتكلم بطولات لو بطولات ما ميسي ياخدها ما هو بالظبط انا لسه هنحسبها بس بطولات. ميسي مستواه مثلا ما كانش مؤثر مثلا زي رونالدو مثلا لو هنتكلم على ثلاث بطولات تشامبيونز ليج ورا بعض بنتكلم على هداف تشامبيونز ليج ما هو خد في السنتين اللي فاتوا بالظبط بص حتى الان وفقا للارقام اللي بتتردد والكلام في الصحافه الاوروبيه رونالدو المرشح الاقوى للفوز بالجائزه طب ما ده كلام طب احنا بنتكلم على البطولات ميسي واخد بطولات واخد دوري وكاس تمام رونالدو واخد تشامبيونز ليج بطوله اقوى واعلى من البطوله المحليه يعني قصدي عليك الدوري الابطال بترجح كفه رونالدو بقوه وتاثيره اللي عمله ولكن في لعيب لازم نلتفت ليه وما اعتقدش هياخدها وان مودريتش وانه يكون من الظلم ان ما ياخدهاش انطوان جريزمان
أنطوان جريزمان لما نبص ليه بالأرقام، أنا لعيب واخد كأس العالم، واخد 2018 في 3 شهور، واخد الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، هداف فرقتي في الدوري الأوروبي، هداف فرقتي منتخب بلادي في كأس العالم، واخد السوبر الأوروبي بنتيجة تقيلة على ريال مدريد العريق 4-2. كل الأرقام تقول إن جريزمان هو الأحق هذا السي أو هذا العام بلقب أفضل. طب هل الرعاة بيكون ليهم دور؟ طبعا. بص انا بتكلم عليك اسئله لا لا لسه انا لسه جاي لك الكلام. هل اللعبه في الفيفا بتدار بلعبه الافضل ولا لعبه حسابات الرعاه؟ وده هيجيب لك بس محمد صلاح عنده نفس الراعي بتاع ميسي، تمام، وبالتالي فرصه كبيره. بس انا اعتقد ان القائمه النهائيه للاختيارات هتكون ميسي، ده رايي، ميسي ورونالدو وجريزمان. جريزمان. طيب جريزمان لو ما بقاش موجود وبقى مثلا موجود مكانه مودريتش، هل دي بتبقى مفاجاه لحضرتك؟ تبقى مفاجاه للعالم مش ليا كمان. طب في لعيب احنا ما اتكلمناش عليه، امبابي، هل مستواه يكون شفيع او يشفع له ان هو يكون موجود؟ صغير ياخد الجائزه ممكن. عارف حضرتك انا بربط موضوع الرعاه، هو هياخد ممكن امبابي ياخد جائزه افضل لاعب اللي هي تحت السن. ما انا كنت لسه بقول لحضرتك انا شايف ان هم عايزين يوزعوا البطولات، فكل واحد ياخد حته كده، كل واحد ياخد له حته بالظبط عشان الاعلانات وعشان خاطر الرعاه ما يزعلوش. العمليه في الفيفا مش فير قوي، كل سنه العمليه فيها حسابات الرعاه وده هيعمل لي ايه حتى دي اللعبه اللي انا بعتقد ان في دلوقتي اتجاه زي ما بقول لك ان في نقل الثقل ونقل الاضواء ونقل كل حاجه للدوري الايطالي. طب ايه اللي ينقصني؟ لعبه الرعاه ولعبه الحسابات اللي بيعملوها، ان انا اخد القطب الثاني زي ما خدت رونالدو واخد ميسي. وكان في تحركات كتيره في الفتره اللي فاتت كده، بس برشلونه تمسك باللاعب. طيب لو هنتكلم على كده، طب ما نيمار موجود في دوري في الدوري الفرنسي ومش شايفين اي اضواء مسلطه على الدوري الفرنسي. نيمار لا، ما الدوري الفرنسي ما بيصنعوش، يعني زي ما احنا بنقول ايه، فرنسا خدت كاس العالم، تمام، بس هات لي التيم بتاع فرنسا اللي لعب كاس العالم. ولا واحد بيلعب في فرنسا غير كيليان امبابي. لا، وفي كمان ممكن يكون يعني اثنين على مقاعد البدلاء الاساسيين. انا بتكلم في الفرقه الاساسيه. انا بص هتفق معاك على تمام. اي دوري في العالم قوي منتخبه ضعيف، يعني انا مثلا انجلترا باستثناء انجلترا الظاهره مع جارس ساوثجيت الظاهره السنه دي. انجلترا الفتره الاخيره بدا عدد الانجليز في الدوري يبقى عالي بالظبط، لكن قبل كده طبعا بنتكلم على لامبارد وبنتكلم كان في نجوم، لكن دايما مثلا سيتي وارسنال واليونايتد بنلاقي ان نجوم المنتخبات الثانيه واللي بيتالقوا هم افضل لعيبه في الدوري الانجليزي، فبالتالي بيتالقوا مع منتخباته بالظبط. يعني مثلا هنلاقي ان اسبانيا، هنلاقي ان انجلترا، هنلاقي ان في بعض الدوريات. دليل مصر هداف الدوري الانجليزي هو مصري، وقبل كده كان افضل لاعب كذا فتره يا توريه. قبليه كان كانتي فرنساوي، وبعديه رياض محرز، او قبليه رياض محرز كان جزائري. نادرا لما نلاقي افضل لاعب في الدوري الانجليزي انجليزي، وكمان هاري كين حظه وحش جدا كل ما بينافس، يعني نفس محمد صلاح الحمد لله محمد صلاح كسب، لكن انا مقتنع ان دايما الدوري القوي منتخبه ضعيف، عمرها ما صادفت ان يكون في منتخب قوي غير لو الواحد غيرت، وبالتالي اسبانيا. لا ما هو اسبانيا احنا عندنا ناديين بس بقيه الانديه ما فيش، لكن الدوري الانجليزي منافسه فوق ومنافسه تحت. لا انا قصدي الفتره دي ان هم عملوا منتخب خد كاس عالم وخد كسر الدنيا في 2014، وكان الدوري الاسباني بس بسبب كل الناس بتتابع، مقتنع بسبب تفوق برشلونه وريال مدريد اوروبيا، حتى لو طلعت كل سنه مين الناديين اللي بيوصلوا نهائي دوري ابطال او نهائي الدوري الاوروبي، لازم تلاقي الطرف من الطرفين اسباني، فبالتالي هتلاقي كده الدوري مش بسبب جوارديولا بس يا عمر. هناك ده جوارديولا بتكلم على البطوله كاس العالم. لا ده انا هقول لك كمان جوارديولا لغايه كاس العالم زي ما انت بتقول، الفنيين في كاس العالم واللجنه الفنيه بالفيفا وجهت الشكر لجوارديولا عقب المونديال، مش عارف قبلك الخبر ده، وجهوا له الشكر على تطور مستوى المنتخبات في كاس العالم والكره الجديده اللي بتقدمها المنتخبات والفلسفه التدريبيه اللي قالوا عليها فلسفه جوارديولا اللي طبقتها اكتر من فرقه في المونديال، وعلى راسها منتخب انجلترا نفسه جارس ساوثجيت اللي عملوا هي طريقه الطريقه التدريبيه الفلسفه التدريبيه لبيب جوارديولا. بس هل حضرتك يعني هل الدوري الانجليزي ممكن رابطه المحترفين الانجليزيه يبقى عندها بعض القوانين اللي لو طبقتها تخرج منتخب قوي، ولا هم بيبصوا على الرعاه وعلى نسب المشاهده وعلى الكلام ده كله؟ يعني دي ممكن تكون بتعارض دي النقطة دي الأهم، النقطة الثانية في إنجلترا هم عايزين يحافظوا أكتر، أصل هو أكبر نسب مشاركة بالظبط، هم بيحافظوا على بريق البرايمر ليج، يعني مفيش ضوء يقترب منه،
برغم مع احترامي الدوري الاسباني والكاسيو وكذا ما كانش زي الدوري الانجليزي. طبعا الدوري الانجليزي محافظ نفسه الدوري الاعلى قيمه تسويقيه في العالم، الدوري الاعلى مشاهده في العالم، الدوري اللي يعني فيه كوكبه نجوم برضو العالم بيتابعها وبيحبهم. يعني حضرتك مانشستر ولا ارسنال ولا تشيلسي لما يروح يلعب اي فريق من برايتون ولا هادرسفيلد ولا ستوك ولا اي فريق ممكن يخسر عادي جدا. بالظبط يعني مش مفاجاه، دي ميزه الدوري الانجليزي. دي ميزه الدوري الانجليزي. أيوة. لكن برشلونه او ريال لما يروح يلعب بلد الوليد او جيرونا او يقول لك خسر بتبقى مشكله. لا خلاص، لا كمان النتيجه بتبقى بنسبه 70% في صالح ريال او برشلونه. كمان احنا عندنا نقطه، انت كام فرقه عندك في انجلترا بتنافس؟ صح، كل سنه يعني عندنا السته، في سته بينافسوا، سته سبعه موجودين دول اساسيين. ما بقول لك يطلع معاهم واحد جديد يطلع كذا، انما عندك اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه، ومن بعيد يجي اتلتيكو، ايطاليا هو يوفنتوس، وبيقعد روما شويه هي ونابولي كل سنه، هو او روما لحد ونابولي اخر 4-5 اسابيع نفسهم يتقطع. لا بقول لك روما ونابولي يحاولوا يقربوا شويه. المانيا حدث عن بايرن ميونخ واغلق بعدين 25 نقطه. بقول لك ما فيش حد غير بايرن ميونخ باستثناء الدوري الانجليزي، بتلاقي مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ارسنال، ليفربول، توتنهام، كلها فرق بتنافس بقوه على اللقب، وكلها لغايه اخر اسبوع زي ما احنا بنتابع بنلاقي ان ليفربول لاخر، توتنهام لاخر بقاله سنتين لو تلاحظ لاخر سنه مجموعه اخر 3-4 اسابيع بينافس على اللقب باستثناء الموسم الاخير لان السيتي حسمه بدري. طيب هل موضوع منتخب، هل الدوري الفرنسي لا يمكن يتم تطويره او القاء الضوء عليه زي ما احنا متابعين انجلترا واسبانيا وايطاليا بالتعاقد مع بعض النجوم حتى لو فازوا بكاس العالم؟ ولا كاس العالم وفوز المنتخب الفرنسي ملوش علاقه بقوه الدوري الفرنسي حتى مستقبلا؟ ملوش علاقه، الدوري الفرنسي دوري تقييمه حتى بين الاربعه الخمسه الكبار، الخمس دوريات الكبرى في العالم كله بيتكلم عليهم هو الخامس. على بالنسبه لي في ممكن يكون في كمان بعض الدوريات ممكن تكون اقوى من الدوري الفرنسي، يعني شايف الدوري التركي دوري قوي، جالاتا سراي وفنربختشا، بنتكلم الدوري الهولندي تابع ماتشاته، الدوري الهولندي اياكس امستردام بقول لك لا قوي جدا، امستردام يعني الدوري الفرنسي مش دوري جاذب. زعلان قوي على مبابي ان هو موجود في باريس سان جيرمان، كان نفسي يبقى موجود في دوري قوي عشان احنا عندنا نجوم فيه السنه دي، عندنا بوفون موجود، عندنا نيمار موجود، بس عندنا مبابي موجود المستقبل. بس اسماء نجوم موجوده وهي دي الحاجات، يعني احنا عندنا خمس اسماء في الدوري الفرنسي حتى السنه دي بيقولوا هيلفتوا الاضواء جامد ليهم. اولا توخيل انه مسك باريس سان جيرمان هيبقى طبعاً موجود، ده هيلفت الانظار والناس هتبص. وجود بوفون، وجود باتريك فييرا الاسم الكبير المعشوق لدى الفرنسيين، بطل كاس عالم 98 وتدريبه لفريق نيس، فده برضو هيلفت الانظار شويه. عندنا موناكو السنه دي ممكن يكون منافس قوي، خاصه بعد انتقال النجم الموهوب جولوفين، نجم الروسي اللي لفت الانظار في العالم كله، كان برشلونه وتشيلسي بيتصارعوا عليه، انتقاله للدوري الفرنسي مع موناكو مع برضو جان موناكو. انا شايف ان هو عنده سياسه في رئيس ناديه وفي الاداره اللي موجوده ان هو بيعرف يجيب نجم باقل امكانيات، بيطور من ادائه واللاعب يتالق، وبعد ما بيتالق يبيعه بارقام مهوله. والدليل دي شطاره من رئيس النادي، ده النادي يعني انت قلت ملحوظه جميله جدا يا عمر، النادي بيطبقها في السنتين ثلاثه اللي فاتوا بشكل رائع. عندنا في نهائي الدوري السوبر الاوروبي مثال واضح، ليمار، العالم كله اتحدث على ليمار مع اتلتيكو مدريد، ليمار من موناكو لعيب ممتاز، توماس ليمار، وعامل شغل عالي جدا. لا يعني برضه انا عايز اخد حضرتك يعني اخيرا الى قصه الـ يعني محمد صلاح وفرانس فوتبول، غير بقى موضوع ذا بيست او موضوع الافضل. هل شايف ان موضوع الرعايه هيكون فارق ايضا في جائزه فرانس فوتبول، ولا احنا بنتكلم على ان فرانس فوتبول ممكن تكون الجائزه عادله شويه عن جائزه الفيفا؟ قد تكون، ولكن برضه الرعاه بيأثروا فيه، وصلاح لسه ما قدمش يعني. لازم بص، اول نقطه كانوا بيتكلموا عليها حتى التحليلات الاوروبيه، الصحف الاوروبيه، صلاح هيعمل ايه مع الفراعنه في كاس العالم؟ بس محمد صلاح ما ينفعش نقارن محمد صلاح بليفربول، ما محمد صلاح في منتخب مصر في بطوله عالميه، ممكن في تصفيات افريقيه، ممكن في بطوله الامم الافريقيه، لكن المستويات في كاس العالم هو فروقات من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا كلنا عارفين ان الفروقات ما بين المنتخب المصري ومنتخبات اخرى لا تبقى فروق ظالمه، يعني احنا شفنا منتخبات كرواتيا وامكانيات جباره. الترشيحات العالميه قبل البطوله كانت ايه؟ كانت اورجواي وروسيا. لا ومصر قويه جدا، كانت يعني كان في ترشيحات قويه لمصر. احنا بنتكلم على منتخب مصر، القيمه التسويقيه للمنتخب
80% من القيمه التسويقيه محمد صلاح. محمد صلاح فبالتالي احنا يعني انا بؤمن او عندي ايمان ان دايما المنتخب لما يكون النادي الاهلي ونادي الزمالك وبعض الانديه المصريه في التوب فور وبالاخص النادي الاهلي طبعا عشان يعني يبقى الكلام مظبوط بلاقي المنتخب حالته افضل بالزبط. لكن لما انا الاقي ان عندنا محترفين مصريين اكيد بيتالقوا بس مش موجودين في الانديه اللي بتحقق بطولات ولا نجاحات عشان انا عارف او عندي يقين ان دايما اللعب في انديه القمه بيخلي الدوافع عندك مختلف عن انديه المنتصف. القمه عايز تكسب بطوله، عايز تكسب كل ماتش، عايز تبقى في احسن مستوى ليك عشان ما يجيش واحد يلعب عليك، والنادي بيكون قادر على شراء اللعيب بالظبط. روح البطوله نفسها بتفرق مع اللاعب، ودي اكبر اخطاء كبرى انا بعتقدها انه كان راجل مريض بالمحترفين. يعني لازم المحترف يلعب. 2006 2008 2010 منتخب مصر حصل على البطولات الافريقيه بنسبه 70% كانوا لعيب النادي الاهلي. بالظبط. يعني انا مش بقول كده عشان يعني في قناه الاهلي او مش متعصبين للاهلي، بس ده واقع. اللعيب اللي بيلعب، احنا كنا بنقول طارق حامد افضل لاعب في منتخب مصر مثلا، ما لهاش علاقه اهلي وزمالك. انما انت تجيب لي لاعب قاعد على الدكه بقاله 4 اشهر علي جبر يلعب على حساب سعد سمير، ما مش معقول. لعيب بيشارك ولعيب اساسي وبيشارك في فرقته وعامل ماتشات كويسه زي سعد سمير بتلعب عليه علي جبر. احمد حجازي ما فيهوش كلام، لعيب بيلعب. سعد سمير بسم الله ما شاء الله في البطوله الافريقيه والدوري مع الماتشات، انا بقول لك شوف بسم الله ما شاء الله مستواه بيرتفع. فده معنى كده ان انت عندك مشكله فنيه كوبر، ان انت ما بتفكرش مين اللي يلعب. ما مش كلمه محترف، انا مش عندي محترف وخلاص. لسه بنتكلم فيها، محترف هيلعب فين؟ انا ما اجيبش محترف خلاص كل التشكيله. انا كان نفسي اللي ياخد فرصته مع منتخب مصر صلاح محسن، كان نفسي، كان لازم يكون موجود، كان نفسي يكون موجود. أنا شايف لاعب ممتاز، لعيب قتالي، لعيب عنده روح زي سريع، عنده سرعه وعنده مهاره وعنده سرعه. وليد سليمان ازاي تواجد بره المنتخب مصر؟ اللعيب اللي بنشوفه ده بيعمل اللي بيعمله ده قدام الترجي. بص احنا مش موضوعنا، بس انا عايز حاجه يعني برضه يعني في لعيبة رايك يعني. طبعا انا شايف ان لو كان في 2 لعيبه ناصر ماهر او احمد حمدي، 2 دول كانوا لعبوا شويه كانوا هيفرقوا مع منتخب مصر جامد. بالظبط. بسم الله ما شاء الله. انا برضو بتكلم، انا شايف ان اللعيبه دي اكتر منهم صلاح محسن. انا بتكلم على 3 لعيبه دول. ان لو كان تم تدعيم يعني ناصر ماهر او احمد حمدي، شايفه من اللعيبه المميزه جدا بالرغم من انه بيلعب دقايق قليله، لكن لمسته للكوره واضح ان هو لاعب موهوب جدا ومحتاج فرصه. لما ياخد فرصه هيتالق ويكسر الدنيا. نفس الكلام مع صلاح محسن. فانا مش بقول عشان اهلي وزمالك، لكن انا بتكلم فعلا ان لما يكون النادي الاهلي او الكره المصريه في انتعاش وفي بطولات وفي انتصارات بيأثر على المنتخب الوطني، غير لما اخد لعيبه محترفه بس زي ما حضرتك ما بتقول بالظبط وبتلعب. فده بيفرق كمان. انت لازم تاخد اللعيب اللي لسه بنقول عنده روح بطوله، اللعيب اللي هيخدمني هيجيب لي بطوله، لعيب عنده اتربى في ناديه على البطولات. والدليل ان احنا كسبنا كوتيفوار اللي عندها محترفين العالم. يعني احنا كسبنا كوتيفوار 2006 2008 عندها دروكبا، عندها يايا توري، عندها كولو توري. كان مصر ما فيهاش محترفين تقريبا، كان كابتن احمد حسن. كان عندنا محمد زيدان، هما دول اللي ابرز 2 موجودين على ما اتذكر. ميدو تقريبا. لا ميدو ما كانش موجود في 2008، كان موجود في 2006. بتكلم على 2006 يعني 2008 يمكن الابرز. كسبنا كوتيفوار 4. فاحنا حضرتك بتتكلم على ابرز لاعب في الفرقه، لعيب بيلعب محل ابو تريك. طبعا هو اللي بيحرك الفرقه، هو اللي بيعمل الشغل. الفكره ان مين اللعيب اللي هيخدمني، مين اللعيب اللي عنده القدرات انه يقدر يمشي الفرقه. مش فكره محترف وخلاص. ودي اكبر اخطاء كبرى انا دايما بقولها، الاعتماد على المحترفين وفقط. الحمد لله ربنا يعني خلصت منه على خير. ماشي مع كازاخستان كويس. يعني كسب يعني بيكسب نتائج كبيره جدا. مش عارفين يعني مش عارف هو فينا ولا فيه. هو تقريبا افتكر ان الكره هجوميه بعد ما مشي من مصر، ولا بيعند معانا يعني عشان خاطر يقول لنا بص انتوا هتندموا عليا. استاذ ايهاب بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني في قناه الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك يا رب. وعليكم وعلى كل المشاهدين انا بشكرك وشكرا لكم. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله وفقره الكره العالميه. تاني كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على حضراتكم وعلى الامه الاسلاميه، وان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. نشوفكم دايما على خير على قناه الاهلي ودايما في الاهلي الليله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.